يا راسي مالك يا با؟ راسي وقعني، راسي وقعني بسبب ضربة حقد مجنية. الله يسامحك يا خالة. قد كلم دكتور ذيقم أكل أرجع اليوم عشان يقارح لي، والله أنا نسيت. يلا بروح لبكرة. حد ينسى راسه؟ أنت مجنون؟ روح روح لعند الدكتور. يلا قوم يلا. لا أنا ما كسرش خرق بين مغدرة، ألاقي أضروطه. لا خايف من أضروطه؟ أنا أكبر أضروطه. قم يلا شوان سكلة عندهم دكتور. قم. خالة جنبك ظهري. يلا انت عليك سوا. ظهري ظهري انت عليك سوا. خذي خالتك، خذي خالتك. قوموني خذي خالتك وانت أمي. ذي نصفتي، ذي نصفتي يا جاتر، ذي نصفتي من المتنة. يلا 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 ذي نصفتي من المتنة. يا مهين يا مهين. انا مش هسكت، وهيجي اليوم اللي اقوله في وشه يا طفاح باشا. طفاح باشا باشا مين؟ هقوله يا طفاح حافا جافا. بص ليش كده يا طفاح، انا مش خايف منك. بص يا طفاح، انت ظالم 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 بالتلاتة. مين مين ده؟ الشيخ طفاح. الشيخ طفاح بدعو لك. العفو بالسماع يا شيخ طفاح، العفو بالسماع يا اخوي. وما بدأ؟ والله ما قصدي يا اخوي، والله ما كان قصدي. قلنا بدأ الباب مفتوح، حد يفتح نار جهنم عليه. بدأ. انا ظالم ها؟ ترفع صوتك عليا ها؟ انا ظالم يا كابن والطيبة. حركها حركها. لا اجراك نعمل لها جلسة كهربائية. كهرباء طافي واصل، كهرباء طافي واصل. اذا نشغل الماطو ديز المهدوم، ديز المهدوم. خلاص ايش رايك نولع شمع؟ غالي الشمع 50. اسمع معك مقترح ثاني. ايش رايك نشعل نارو ونلف حولها ونفجعها مثل مهنود العمر. هبلت هبلت انت اللي طلعت مفكر مشيني. والله فكرتك هبلت والله ما هوني. شوتر جماعة ربنا يخرب بيوتكم. انت ركبي شوتر. انا اخر نفوز بقى من الجنان اخر الله. جماعة يخرب بيتك، يخرب بيتك انت وزنبقى. في ايه عايزين ايه؟ راسي يوجعني يا دكتور. راسك بيوجعك؟ امسك يا اخويا اشوف راسك. اي